السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ الصحه ديالكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه بنيفيا بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا نيفيا على يعني البشره ديالهم. هاد الوصفه هذه يعني غادي تسرع لك النتيجه بواحد المكون كتزيدوه النيفيا. مكونات البنات ديال هاد الوصفه هذه، بطبيعه الحال نيفيا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للبنات اللي كتستعملوها يعني على البشره، وغادي تزيدوا ليها النشا. عندي هنايا النشا هو المكون اللي صراحه الا زدناه النيفيا راه واحد النتيجه كتحصلوا عليها روعه روعه بزاف. مهم البنات نبداو في الوصفه ديالنا. غادي ناخذ اناء كيف ما غادي تشوفوا معايا، وغادي نضيف النشا، وغادي نضيف عليهم نيفيا يعني القياس اللي غادي تستعملوا البشره ديالكم. صافي البنات، وغادي نخلط هاد المكونات ديالي مزيان. كنخلط نيفيا مع النشا باش غتولي عندي يعني واحد الكريم متجانس. النشا البنات رائع في التبييض، وممكن نزيدوه للنيفيا كتحصلوا على واحد النتيجه اللي سريعه. صافي كتبقاو البنات طبقوها كل ليل، كديروها على البشره ديالكم يعني كتستعملوا نيفيا. بالنسبه للبنات اللي كيستعملوها زيدوا لها النشا، وغادي تشوفوا واحد النتيجه اللي غادي تعجبكم. مهم البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساونيش الزوينات ديالي بلي لايك ديالكم، شجعوني بلي لايك ديالكم ودعموني. بالنسبه للبنات جداد الى زرتوا القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وخليوا لي التعليق ديالكم. وتهلاو في راسكم البنات بزاف. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.